La riposte contre le cours de la COVID-19 au niveau de la région depuis le début de لكم على التغطيه ديال هذه الزياره هذه ديال هذه الجهه وهذه المحطه الاولى من الزياره ديال الجهه ديال جهه الدخله والذهاب واللي الوزاره كتحاول توقف على الظروف اللي كتمر فيها الحمله الوطنيه ديال التلقيح واللي الحمد لله كتشهد واحد التعبئه لا سواء على مع الاطر الصحيه ولا سلطات والسيد الوالي مشكور على الوقوف ديالو على التنظيم والمديره الجهويه كذلك والعمل ديالها والتفاني ديالها باش الامور تدوز على احسن ما يرام. حقيقه هاد اليوم راه تقريبا 38 يوم من الحمله الوطنيه ديال التلقيح، والمغرب غادي بواحد الوتيره جد مهمه اللي خلات العالم كله كيشيد بالمجهودات اللي كيقوم بها صاحب الجلاله الله ينصرهم بعد ما عطى الانطلاقه الاولى، واللي كذلك المواطنين منخرط فيها بكثافه وبحس وطني بوعي تام باش على الاقل نقلصوا من الاثار الجانبيه والسلبيه ديال الجائحه اللي خلات العالم كله تضرر اقتصاديا واجتماعيا وكذلك حتى صحيا. احنا اليوم غادي نزوروا عده نقاط، هذه النقطه الاولى واللي الامور كتمر فيها بسلاسه الحمد لله. هذه النقطه الاولانيه ديال المحطه التلقيح داخل المستشفى ديال الداخله، فبالتالي جميع الظروف متوفره باش الامور تدوز على احسن ما يرام. الهدف ديالنا هو نلقحوا اكثر المواطنين المستهدفين على حسب البرنامج المحدد، لان كاين تدرج في هذه الحمله الوطنيه ديال التلقيح حتى نوصلوا لواحد المناعه جماعية باش تخلينا نخرجوا من هذه الآثار الجانبية. وشكرا.